السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في سؤال جاي بيقول ازاي اضيف تشيك بوكس في قلب الريفت، تمام، في قلب السكادول بتاع الريفت. فاحنا لو جينا هنا وشفنا اي سكادول اهوت سكادول وليكن دوت، عايزين نضيف خانة ليس اور نو، هاجي هنا من فيلد وبعد كده هاجي هنا لنيو بارامتر، هضيف بارامتر للعناصر اللي انا عايزها ديت، تمام، وهديله اي اسم، تمام، وتختار بقى انت عايزه تايب ولا انستنس تايب. يبقى لما تغير فيه هيتغير لكل التايب الفاميلي ديت، الانستنس يبقى تغير فيه لوحده بس. الديسيبلين خليها كومن، هنا خليها يس اور نو، تمام، وهنا جروب تحطها في ناحية تانية زي دي جروب ودي جروب ودي جروب، فانت اختار اي حاجة انت عايزها مش تفرق، واقول له اوكي. بيقول لي او ار، بيقول لي سماها اي اسم تاني غير او ار، فسماها او ار او ار. هو مطالب بس ايه ان الاو ار دي خاصة بيهم يعني. اوكي، فهيبدأ يضيف لي عمود هنا وحط فيه موضوع الاو ار.